ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي صورا يعتقد أنها لقميص المنتخب الوطني المغربي الجديد المنجز من قبل شركة بيما المتخصصة في إعداد الملابس واللوازم الرياضية، وانتشرت الصور بين الرواد مشيرين أنها تسريب لقميص المنتخب المغربي الذي سيتم الكشف عنه رسميا يوم الأربعاء القادم، ويحتمل أن تعود الصورتين للقميصين الأول والثاني للمنتخب الوطني، أحدهما بالأبيض والأحمر والثاني بالأبيض والأخضر. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد فكت ارتباطها بشركة أديداس التي كانت مكلفة بإعداد قمصان ولوازم المنتخبات الوطنية مقابل التعاقد مع شركة بيما التي سبق لها وأن تولت الإشراف على إعداد قمصان المنتخب المغربي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.